أنا أمل عبد الرحمن التميمي، موظفة في قسم الخزينة. اليوم أنا جداً سعيدة وراضية بما وصلت إليه من نجاح في مجال عملي في مصر أبوظبي الإسلامي، ومجال علمي حيث أني أخذت الدراسات العليا بكل نجاح بدعم من دولتنا الحبيبة. أنا كامرأة إماراتية عاملة أفتخر بأنني استطعت أن أوافق ما بين حياتي العملية ودوري كأم لثلاث أطفال، حيث أن لا يوجد شيء يعيق المرأة الإماراتية تحت قيادتنا الرشيدة. وياكم نورة بوزير، موظفة بقسم الخدمات المميزة، حاصلة على شهادة سبرينغبورغ للمرأة القيادية من المجلس البريطاني. من صغري كانت فكرة لا مستحيل ببالي،